بهدف الحفاظ على المقام الشرقي واستمراره وإبراز جماله، أقامت مديرية الثقافة بحلب جلسة فنية لمقام الراست بمشاركة عدد من الفنانين بهدف تعريف الجمهور بهذا المقام الموسيقي، حيث تضمنت الجلسة موشحات ووصلات سماعية تشرح مقام الراست وتبين أسلوبه. هذه الأمسية الموسيقية الغنائية بعنوان مقام الرست هي ضمن سلسلة ثقافية فنية توعوية تهدف إلى رفع الذائقة الفنية لدى عموم الجمهور. هو برنامج فني موسيقي تثقيفي. هدف كل نشاطاتنا هي نشر ثقافة موسيقية تليق بحلب. نحن من خلال الجلسات المقامية اللي عم نعملها عم نحاول ننشر ثقافة المقام والسماع. طبعا نحن مثلا في الطغيان الموسيقى الصاخبة أفقد المستمعين الشباب فهم هالمقامات المهمة كتير. مشاركون أكدوا على أهمية هذه الأنشطة والتي تساهم في تقديم معلومات هامة عن التراث الحلبي، إضافة لنشر الثقافة الفنية للجمهور من خلال هذه الجلسات. أنا كتير مبسوط بالمشاركة الحلوة. مقام الرست قالوا عنه الحلبيين القدماء إذا جن ليلك فرصدي، فاليوم شاركت بموشح من الكاسات وأغنيتين قديمات. طبعا في شوية استشهاد من خلال بعض الفنانين الموجودين الزملاء الموجودين اللي راح يغنوا ويشاركوا ليعطوا توصيف بحيث ننقل الصورة الثقافية الواعية، صورة الموسيقى العلمية المؤطرة إلى الناس. وتكمن أهمية هذه الجلسات كونها تجمع كل الذواقين لحضور هذا النوع من الفن، والذي يعكس مدى تعلق الجمهور في حلب لهذه المقامات الموسيقية المميزة. مصطفى كوسا، الإخبارية السورية، حلب.